des business schools n'arrivaient pas à parler, à entendre, à travailler correctement avec ceux qui étaient issus des écoles d'ingénieurs. Dit autrement, les sciences de gestion ne communiquaient pas parce que ne se comprenaient pas avec les sciences de l'ingénieur. Et Je me rappelle, on a l'impression aujourd'hui que ça se passe quelques années avant Jésus-Christ, mais au Maroc, dans les années 90, quand on envoyait nos étudiants en stage dans les entreprises, ils ne comprenaient pas et les familles ne comprenaient pas. Ils avaient l'impression qu'on se débarrassait de leurs enfants. Donc, oui, bien sûr. L'ISDWJ des diplômes, c'est un talabat à Bahane. باش يستفدوا من البيداغوجيا اللي فيها كل انواع من الابتكارات باش تكون بيداغوجيا حديثه لان كنستافدوا من الاشغال ديال التنويع في البيداغوجيا او الوسائل ديال التدريس اللي كاينه في دول اخرى وخاصه في اوروبا واللي كنقدروا نقوموا بها في نفس الطريقه في اسكا ايكول مانجمنت في المغرب او في المستوى الافريقي. والمساله الثانيه هي ان الطلبة كيكون عندهم حد جميل باش يستفدوا من أساتذة اللي كيعرفوا الوسط اللي كنشتغلوا فيه اللي هو الوسط ديالنا ولكن أساتذة كيجيو عندهم علم وسط آخر اللي كيجيبوا التقنيات ديالهم وكيوسعوا النظر ديال الطلبة. وأخيرا الطالب اللي كيتخرج وكيقدم السي في ديالو لواحد المقاولة كيفهم بأن أمامه في المقاولة كتقلب على واحد الإنسان اللي هو معرق يعني ممكن نقولها بهذه الطريقة في الوسط اللي كيشتغل فيه يعني كيعرف شنو هي المسائل الخصوصية الثقافية والاجتماعية والمجتمعية الوسط اللي كيعيش فيه ولكن نفس الوقت كيخصو يكون عنده متفتح بزاف على المسائل الجيوسياسية اللي كتسمح له باش يكون عنده واحد العلم على كل التغيرات اللي كاين على المستوى الدولي باش يقدر غدا ياخذ القرار هو على علم بكل المسائل اللي غتسمح له القرار يكون جاد وكيسمح له ينجح في العمل ديالو. الماستر الجديد هو تكوين جديد اللي ما كاينش على المستوى الوطني وما كاينش في الدول الاخرى اللي قريبه لنا اللي انطلقنا من الحاجيات ديال المقاولات، المقاوله اللي كتبغي تشتغل على المستوى الدولي وخاصه الافريقي كتبحث على واحد السيد او السيده اللي هو غادي يشتغل كمانجر يعني عنده القرار ولكن في نفس الوقت خصو تقنيات في المانجمنت او في تسيير المقاولات ولكن في نفس الوقت خصو ايضا يكون بعلم بتدقيق فيما يخص الخصوصيات ديال افريقيا ككل. راه الانسان يقدر يدرس حياته كلها ما يوصلش ولكن كنحاولوا نعطيوه المعلومات او الدراسه الاساسيه في العلاقات الدوليه وخاصه فيما يخص افريقيا لان الا عرفنا كل مجموعه من الدول شنو الخصوصيات ديالها وكيفاش الدول كتعامل وشنو المكانه ديال المغرب وشنو المواد اللي عندهم شنو الموارد اللي عندها وكيفاش يمكن شكون الدول الاخرى اللي عندها علاقه معها وكيفاش حنا نقدروا نتعاملوا معها غادي نحسنوا اكثر القدرات التصدير ديالنا وقدرات المعامله مع هذه الدول.